حضرت لها كده عملت كده. كده عملت ازاي السحر؟ ما خدتش ان انت تعمل حاجه شخصيه على كده؟ لا رايي كل الكاست كل واحد عمل اللي عليه وقدم اقصى ما يستطيع من موهبه ومن فن ومن فهم للشخصيه، كلهم تعلقوا من وجهه نظري، وانا جزء في هذا العمل الفني، فكنت سعيد بجد.